نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وأعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب. هيئة الانتخابات تعلن اليوم القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 بعد المصادقة عليها. اليوم انطلاق عملية تسجيل التلاميذ عن بعد في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. وفي شؤون الشرق الأوسط، استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني لمخيم النصيرات. إلى التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس الحكومة كمال المدوري برنامج الزيارة التي سيؤديها إلى بكين. وأكد رئيس الجمهورية أهمية جملة من المجالات التعاون بين تونس والصين، وفي مقدمتها النقل والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المحادثات قد انطلقت منذ أسابيع، خاصة لاقتناء عدد من الحافلات والعربات للتخفيف من معاناة التونسيين، إلى جانب المحادثات المتعلقة بمدينة الأغالب الصحية. وقد تم تذليل كل الصعوبات للانطلاق في إنجاز هذه المشاريع. وتناول رئيس الجمهورية أيضا عددا من القضايا الأخرى المتصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي على وجه العموم، مشددا على أن السياسة التي تتبعها تونس يجب أن تكون قائمة على مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات والمفاهيم السابقة، وتقطع نهائيا مع الماضي وما تسبب فيه التخلي عن المرافق العمومية الأساسية منذ عقود كالتعليم والصحة والنقل من معاناة ومآسية. وتعرض رئيس الجمهورية كذلك إلى ضرورة أحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إلى جانب إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب. هذا وتشارك تونس في المنتدى التاسع للتعاون الصيني الإفريقي فوكاك 2024 المزمع تنظيمه في العاصمة الصينية بكين من 4 إلى 6 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك. وستشهد هذه التظاهرة الدولية حضور رؤساء دول وحكومات إفريقية بغاية مزيد توطيد العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية التي تربط الصين بالدول الإفريقية. وتحرص السلطات التونسية على العمل مع الجانب الصيني للاستفادة من المنتدى الصيني الإفريقي من أجل الارتقاء بمستوى التعاون. وكان الجانب الصيني أكد الالتزام بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس والاستعداد التام لمعارضة جهودها في تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، لا سيما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات. يجتمع اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في الأحكام النهائية للنزاعات المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 والمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، والإعلان عنها اليوم وفق ما أكده للأخبار الناطق الرسمي لهيئة الانتخابات محمد التليدي المنصري. مجلس الهيئة باش يجتمع للمصادقة على القائمة النهائية للمقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وهذا بعد ما وفات مرحلة النزاعات لدى المحكمة الإدارية، وبعد أن انقضت كل الآجال المتعلقة بفترة الترشحات باش ننطلقوا في فترة الحملة، وبطبيعة الحال باش يطلع على كل القوانين المنظمة للمادة المتعلقة بالقائمة النهائية على ضوء الأحكام بطبيعة الحال باش يوقع دراستها ونقاشتها والتداول فيها، ومجلس الهيئة هو باش يكون عنده إن شاء الله سلطة القرار النهائي. إن شاء الله مجلس الهيئة باش يصادق على هذه القائمة النهائية ويوقع الإعلان عليها بصفة رسمية.
وجرت أمس بمختلف الهيئات الفرعية للانتخابات قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، ومن المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة اليوم على نتائج القرعة، وفق ما أفاد به للأخبار الناطق الرسمي للهيئة محمد تليلي المصري. بناء على أحكام القانون الانتخابي وخاصة المراسيم المنظمة للمجالس المحلية والمجالس الجهوية، نعرف كله أنه هناك مبدأ القرعة متاع التناوب كل 3 أشهر. هذه هي الدورة الثالثة اللي تشمل قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية، وكذلك قرعة التناوب على رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجالس الجهوية. هذه الدورة الثالثة اللي بتنطلق بداية العمل متاعها وسريانها بداية من 5 سبتمبر إلى غاية يوم 4 ديسمبر، هو الموعد نتاع قرعة التناوب الرابعة. بعد ما وقع إجراء هذه القرعة بإشراف هيئاتنا الفرعية والمديرين الجهويين بكافة ولاية الجمهورية، يعني في 24 ولاية وفي 24 هيئة فرعية، مجلس الهيئة باش يصادق على هذه النتائج بصفة رسمية. بطبيعة الحال البداية بعد النشر نتاع النتيجة هذه باش تنطلق الأعمال نتاعهم. في الشأن التربوي، تنطلق اليوم عملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة من السنة الثانية ابتدائي للبكالوريا على الموقع inscription.education.tn، ويتم إعادة فتح باب التسجيل بالنسبة إلى التلاميذ الجدد للسنة الأولى ابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة بداية من يوم الأربعاء 4 سبتمبر الحالي، وبالإمكان إتمام عملية الاستخلاص باستعمال رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز نجمة 181 دي اس. دعت وزارة التربية في بلغ لها أمس النواب الذين قاموا بفترات عمل مشتركة ضمن المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية إلى اختيار قاعدة البيانات التي يرغبون في مواصلة سد الشغورات ضمنها، وذلك في أجل أقصاه اليوم الاثنين. ويهم هذا البلاغ نواب المرحلة الابتدائية الذين قاموا بسد الشغورات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2006 إلى 30 من جوان 2024، ونواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين قاموا بسد الشغورات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 من جوان 2024. وأكدت وزارة التربية أن كل نائب لا يقوم بعملية الاختيار ستتولى مصالح الوزارة إدراجه ضمن قاعدة البيانات المناسبة. تواصل جامعة التعليم الأساسي والثانوي تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية إلى غاية 19 من سبتمبر الجاري على خلفية جملة من المطالب على أن تتوج بالنسبة إلى قطاع التعليم الثانوي بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التربية في 11 من سبتمبر الحالية، وفق ما صرح به للأخبار الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي. تكلل هذه الوقفات التي تستمر إلى حدود يوم 9 سبتمبر بوقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التربية ردا على هذا المسار الذي يضرب حق العمل النقابي، ونحن بطبيعة الحال مؤتمنون على حقوق زميلاتنا وزملائنا أمام عودة مدرسية تشكو عديد النقائص على جميع المستويات، البناء التحتية، كثافة داخل الفصول، وبطبيعة الحال نقص الفادح في عدد الأساتذة الذي سيبلغ هذه السنة في حدود 7000 أستاذ. نحن انتظرنا الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن إلى يوم الناس هذا الوزارة صامتة لا ترد ولا تريد أن تتفاعل مع حقيقة هذا الوضع التربوي الذي يزداد ترديا يوما بعد يوم. في شأن آخر، يستأنف اليوم العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن التوزيع سيكون على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و30 دقيقة، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30.
نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اليوم 32 بعد 103 من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في قصف لمخيم النصيرات وشقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، فيما اندلعت مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في الضفة الغربية عقب اقتحام قرية أدلة جنوب نابلس، حيث أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. سياسيا، أكد مسؤول ملف التفاوض خليل الحية أن حماس تصر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة بما في ذلك محور فيلادلفيا ونيساريم كشرط لأي اتفاق، مضيفا أن الحركة قدمت مرونة عالية وتنازلا كبيرا بهدف الوصول إلى صفقة تبادل ووقف العدوان، بينما وضع نتنياهو في كل بند من البنود شرطا جديدا يعطل عملية التفاوض. وانتقد الحية الدور الأمريكي في المفاوضات متهما إياه بالمسؤولية عن تعطيلها وعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة. فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس اليوم الاثنين مع فريق التفاوض الأمريكي من أجل بحث الدفع نحو اتفاق يضمن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى والمحتجزين. هذا وبدأ اليوم إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وأعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب. هيئة الانتخابات تعلن اليوم القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 بعد المصادقة عليها. اليوم انطلاق عملية تسجيل التلاميذ عن بعد في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. وفي شؤون الشرق الأوسط، استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني لمخيم النصيرات. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.